إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في شارع الأرمن البحر هو. ما شاء الله البحر كوشي أهو هو ده وادي الدخلة كويسة ما شاء الله دخلة كويسة في مكانها ما شاء الله العمارة فيها جميع خدمات الغازة وكله ما شاء الله شقف الدور الخامس ما شاء الله بسم الله ما شاء الله السلام عليكم الشقة ممكن بالعفش شبابيك دي بتبص عليها حبيبي افتح الشبابيك دي ماشي ماشي ما شاء الله ريسبشن واسع من الوضع هون ماشي ماشي ثلاث غرف وصالة ما شاء الله ده المطبخ ما تنور بيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مشكلة. عددت ثلاثة. عددت الغزة هنا ها. خش جوه. شقة ما شاء الله. الحمام. ما شاء الله. شقة جميلة. وادي الأوضة التانية. الأوضة بتبص على بلكونة برضه. بلكونة. ما شاء الله. بلكونة على الشارع. ما شاء الله يا جماعة. ما شاء الله. شقة بركية. أهو يا جماعة. بركية. شقة بركة هذه ما شاء الله هذه الغرفة الثالثة الغرفة الثالثة هي ما شاء الله بركة برضو وادي لا شباك وادي هي يا جماعة الشقة ثلاث غرف وبلكونة بسم الله ما شاء الله على الشارع ما شاء الله هي الشارع بينك وبين البحر ما فيش 100 متر اهي يا جماعه اهي وادي 45 اهو وكده تطلع اسكندر ريم الازهر اهو ما شاء الله تطلع هنا كده السنترال في ظهرك اهو ده بيودي على 45 اهو 45 اهو ما شاء الله ما شاء الله بالقولة واسعة جدا وده شارع الأرمن راجع وده الشباك ده بيبص عليه يا حبيبي على المنور ماشي وادي الشباك الشقة ما شاء الله واقفين لك بس على الوقت ما شاء الله الشقة ما شاء الله عليه ودي الحمام تاني اهو تاني ما شاء الله فيها جميع العدادات يا جماعة غاز وكهرباء ومية الشقة ثلاث غرف وصالة بس هما فاتحين صالة وممكن تتقفل لوحدها اهي وادي المطبخ المطبخ هو برضه ما شاء الله شقة ممتازة جدا وادي شباك على منور في الأوضة الواحدة ممكن تتقفل هما فاتحينها بس هي ممكن تتقفل شقة ثلاث غرف ورسبشن وصالة كبيرة
الدور الخامس شارع الأرمن. ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. في شارع الأرمن البحر اهو ما شاء الله، البحر الكوشي اهو، هو ده اهو. وادي الدخلة كويسة ما شاء الله، الدخلة كويسة في مكانها ما شاء الله. العمارة فيها جميع خدمات الغاز كله ما شاء الله. الشقة في الدور الخامس ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. الشقة ممكن بالعفش شبابيك دي بتبص عليها حبيبي، افتح الشبابيك دي ماشي ماشي ما شاء الله. ريسبشن واسع من وضع هون ماشي ماشي. ثلاث غرف وصالة ما شاء الله. ده المطبخ ولا بيه؟ هذا الوضع كويس مش كده. عدلت ثلاثة عدلت الغزل هنا خش جوه. شقة ما شاء الله الحمام ما شاء الله. شقة جميلة. وادي الأوضة التانية، الأوضة بتبص على بلكونة برضو بلكونة ما شاء الله، بلكونة على الشارع ما شاء الله يا جماعة. شقة بركية اهو يا جماعة، بركية شبرك. هذه ما شاء الله، هذه الغرفة الثالثة. الغرفة الثالثة هي ما شاء الله بركي برضو. وادي لا شباك، وادي يا جماعة الشقة ثلاث غرف وبلكونة بسم الله ما شاء الله على الشارع ما شاء الله. هي الشارع بينك وبين البحر ما فيش 100 متر يا جماعة. وادي 45 اهو، وكده تطلع اسكندر ريم الازهر اهو ما شاء الله. تطلع هنا كده السنترال في ظهرك اهو، في الشاشة اهو 45 اهو ما شاء الله ما شاء الله. بلكونة واسعة جدا، وده شارع الأرمن. راجع وده الشباك ده بيبص عليه يا حبيبي على المنور ماشي. وادي الشباك الشقة ما شاء الله. واقفين لي كده بس على الوقت ما شاء الله. الشقة ما شاء الله عليه. ودي الحمام تاني اهو تاني ما شاء الله، فيها جميع العدادات يا جماعة، غاز وكهرباء ومية. الشقة ثلاث غرف وصالة، بس هما فاتحين صالة وممكن تتقفل لوحدها اهي. وادي المطبخ، المطبخ هو برضه ما شاء الله، شقة ممتازة جدا. وادي شباك على منور في الأوضة الواحدة، ممكن تتقفل، هما فاتحينها بس هي ممكن تتقفل. شقة ثلاث غرف ورسبشن وصالة كبيرة. الدور الخامس شارع الأرمن. ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب.